يشهد العالم بعد قليل خسوفا كليا للقمر يستمر لمدة ساعة وست عشرة دقيقة وأربع ثوان، فيما صرح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية حاتم عودة أن هذا الخسوف لا يمكن رؤيته في مصر، حيث ستبدأ الظاهرة وتنتهي قبل غروب الشمس في مدينة القاهرة، وذلك عند تمام الساعة الخامسة وإحدى وثلاثين دقيقة، في حين أن الدول التي سترصد الظاهرة هي دول شمال أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا الشمالية بشكل عام وآسيا وأستراليا. جدير بالذكر أن هذه الظاهرة تحدث عند وقوع الأرض بين الشمس والقمر، ما يجعل القمر يدخل في ظل الأرض ويبدو القمر مظلما، وهذه اللقطات التي نتابعها على الهواء مباشرة من بعض ملامح هذا الخسوف الكلي الذي تشهده عدة دول حول العالم. كما تحدث قبل قليل الدكتور حاتم عودة فإن مصر ودول شمال إفريقيا لن تشهد هذه الظاهرة.